أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نتوقف فيها عند الأخبار المتعلقة بالمساعي لتشكيل حكومة يمنية جديدة لنناقش طبيعة الحكومة القادمة وقدرتها على التعامل مع أزمات البلاد، ولما قفزت الأطراف اليمنية على الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض نحو الشق السياسي. قالت مصادر حكومية لقناة بلقيس إن لجنة مشتركة من البرلمان ومستشاري الرئاسة بدأوا دراسة تشكيل الحكومة، وإن المشاورات مستمرة حول ذلك، وقد يتم الإعلان عن ذلك قريبا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة توافق على اسم رئيس الحكومة الجديد. وأضافت أن اللجنة المشتركة تضم نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي وأربعة من مستشاري الرئيس هادي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا تقفز الأطراف اليمنية على الشقين الأمني والعسكري من اتفاق الرياض نحو الشق السياسي؟ وكيف ستنجح الحكومة في أعمالها في منطقة تحكمها الميليشيات الخارجة عن إدارة الشرعية والموالية للإمارات؟ هذه المحاور وغيرها من الأسئلة ستكون مثار نقاشنا مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. بعد هرج ومرج ونقاشات مطولة استمرت لأشهر، يبدو أن اتفاق الرياض رسى على تشكيل حكومة جديدة، وذاك يعني أن المجترحين للاتفاق يعملون على نقضه وتجاوز تراتبية بنوده. يقفز المشرعون للاتفاق والقائمين عليه على الشق العسكري والأمني نحو تشكيل حكومة جديدة، وذاك يعني الحفاظ على مكتسبات الانتقال وإصباغها بنوع من الشرعية. وفقاً لمسودة اتفاق الرياض الأولى، ستكون الحكومة الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، يحوز فيها الانتقال على النسبة الكبرى من حصة الجنوب، بينما تستمر سيطرة ميليشياته المسلحة على الأرض، الأمر الذي يعني تمكين الإمارات في الداخل اليمني على حساب الشرعية المتراجع نفوذها في الفترة الأخيرة. وفقاً لقول مصادر خاصة لقناة بلقيس، فإن الإجراءات العملية لتشكيل الحكومة الجديدة دشنت باختيار لجنة مشتركة من البرلمان ومستشاري الرئاسة لدراسة واختيار أعضاء الحكومة الجديدة التي لم يتم حتى الآن التوافق على اسم رئيسها. وبالاعتماد على ما تم التصريح به في هذا الشأن، فقد برزت العديد من الأسئلة حول ماهية الحكومة المرتقبة وطبيعة عملها والضمانات الكفيلة بإنجاحها، وتلك تساؤلات سترافق المرحلة القادمة، خصوصا وأن شكوكا كثيرة تطرح حول قدرة الحكومة على الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية، لأن هذه الخطوة تأتي استجابة لضغط الانتقال ومن خلفه الإمارات. إذا مشاهدينا نبدأ الحوار مع ضيفنا من هولندا الصحفي فارس الحميري. سيد فارس، مساء الخير. مساء الخير أحمد. بداية، ما هي أبرز المعلومات المتداولة والتي وصلت إليكم بخصوص ما يجري في الرياض عن تشكيل حكومة؟ هو كما هو معروف طبعا، يعني حوالي 8 أشهر من توقيع اتفاق الرياض تعثر تنفيذ الاتفاق حتى اليوم. السعودية ربما ضغطت باتجاه المضي في تنفيذ اتفاق الرياض، خاصة وأن هناك ربما حدثت تطورات كثيرة، من ضمنها الأحداث والتطورات التي حصلت في سقطرة، وربما هذه الأحداث تجاوزت الاتفاق. كان هناك تحركات وضغط من قبل الجانب السعودي الراعي للاتفاق بهدف المضي في تنفيذ هذا الاتفاق ومحاولة إيقاف أي تطورات أخرى. استدعت السعودية كما هو معلوم الأسبوع الماضي هيئة رئاسة البرلمان من القاهرة، وكذلك الهيئة الاستشارية المتواجدين في القاهرة للرئيس هادي. اجتمع الجانب السعودي مع هذه اللجنة باعتبارهم وسطاء. تم طلب من الجانب السعودي من هذه اللجنة أو من هيئة رئاسة البرلمان ومن الهيئة الاستشارية بأن يكونوا وسطاء ما بين الحكومة اليمنية وما بين الانتقالي، بهدف الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض. وصلت هذه اللجنة، نقدر نسميها اللجنة بشكل عام، اللي هي الهيئة الرئاسية والهيئة الاستشارية، عقدت العديد من الاجتماعات، اجتماعات مع الجانب السعودي واجتماعات مع الرئيس هادي، وربما كذلك التقت مع بعض القيادات في الانتقال الجنوبي المتواجدين في الرياض. خرجت حتى هذه اللحظة ربما بالعديد من المؤشرات، تم استئناف الثلاث لجان في هذا الاتجاه. اللجنة السياسية السابقة التي شكلت برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغ،
استأنفت أعمالها تقريبا من يومين، وكذلك اللجنة الأمنية والعسكرية، إلى جانب أنه تم تشكيل لجنة جديدة وهي خاصة بمسألة تحديد معايير ومواصفات الأشخاص الذين سيشغلون منصب الحكومة الجديدة. أعتقد أن هذه اللجنة كما هو معلوم طبعا تم تشكيلها، تسمى لجنة خماسية من 5 أشخاص، حدد لها سقف زمني محدد لتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيمثلون في الحكومة الجديدة. حتى هذه اللحظة تقريبا هناك تحركات من قبل هذه اللجنة لتحديد بعض الأسماء، ثم سيتم النقاش حولها فيما بعد. طيب بتقديرك الشخصي، هل ستسير الأمور وفقا لما تم التصريح به؟ وأنت تحدثت أيضا عن أن هناك جدول زمني تقريبا لخروج هذه الحكومة، هل كنت تتحدث عن جدول زمني لخروج هذه الحكومة أم لشيء آخر؟ الجدول الزمني هو لخروج الحكومة، تقريبا هناك ضغط من قبل السعودية، تقريبا هو نفس الفترة الزمنية التي حددت في الفترة السابقة، يعني 30 يوما. نعم نعم، سيتم استئناف التحركات والنقاشات في هذا الاتجاه، أنه يتم تشكيل حكومة خلال 30 يوم، لكن متى يتم حسبة 30 يوم؟ هل بعد رفع هذه اللجنة بالأسماء المرشحة للمناصب أم من بدء شغل هذه اللجنة؟ لأن اللجنة دي بدأت عملها منذ يوم أمس. الأهم من ذلك، هناك ربما لجنة رابعة وهي الأهم، الذي هي لجنة سقطرى. هذه اللجنة مستقلة وفي معزل عن التحركات فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض، لأن هناك اعتقاد بأن الأحداث التي حدثت في سقطرى هي تجاوزت اتفاق الرياض، وتم تشكيل لجنة خاصة فيما يخص إعادة تطبيع الحياة في الجزيرة. هذه اللجنة شكلت من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل وممثلين من التحالف العربي وكذلك ممثلين من الانتقال الجنوبي. في اللجنة هذه من الحكومة اليمنية هم ممثلين الذي هو رمزي محروس المحافظ، وكذلك فهد كفاين وزير الثروة السمكية. الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو إعادة تطبيع الحياة في جزيرة سقطرى، وكذلك إعادة السلطة المحلية إلى عملها في السابق، وأتوقع أنه حسب المعلومة ستنزل خلال الأيام القليلة القادمة إلى الجزيرة. نعم، فارس الحميري الصحفي كنت معنا من هولندا، أشكرك جزيل الشكر. تنضم إلينا أيضا الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، مرحبا بك سيدة ميساء. أهلا فيكي سيدة ميساء. كما هو الملاحظ، الأطراف اليمنية ذهبت نحو تشكيل الحكومة قبل تنفيذ الشقين العسكري والأمني، ما هو السبب برأيك؟ هي دائما في إشكالية في تنفيذ هذا الشق، دائما في عدم ثقة. أعتقد أنه لها علاقة بالاستجابة بمطالب المجلس، لأنه هو وضع عسكري أفضل، فهي أكثر استجابة له. مثل ما حصل مع الحوثيين، كان أيضا نفس فكرة اتفاقية السلم والشراكة، كانت وقتها أيضا في إشكالية متى يحدث الانسحاب الحوثيين من صنعاء، ثم الحوثيين أصروا تشكيل الحكومة الأول ثم الانسحاب من صنعاء، وكانت لهم اليد العليا، وهذا والذي حدث أنهم لم ينسحبوا أصلا. طيب، في هذه الحكومة التي على وشك أن تشكل، هل يمكن القول أننا أمام هذه الحكومة الجديدة المتعددة الولاءات حسب الأطراف المشكل منها؟ أنا ما أعتقد أنها يعني ممكن تنجح أصلا. أولا كالعادة مثل ما قلتي أنها متعددة الولاءات، فبالتالي في تضارب كبير في الأجندة. المشكلة أن المجلس هو يسمح لدولة مختلفة، يعني هو أصلا طبيعة أهدافه السياسية هي أنه يكون له دولة مستقلة، الجنوب يكون دولة مستقلة، بينما الحكومة الشرعية هي وجودها مرتبط بالوحدة اليمنية. فبالتالي التناقض الكبير ما بين الطرفين أعتقد صعب ردم الفجوة ما بينهم بهذا الشكل. أتصور أن المجلس بيشوف الفكرة أنه فرض وجوده، أولا شرعنة وجوده دوليا، ثانيا فرض وجوده في مؤسسات الدولة الجنوبية بعدن، بحيث تغيير هيكلية الموظفين، هذا الشيء كخطوة أولى للانفصال، بينما الحكومة بتتكلم على عملية يعني اتفاق ومحاولة انها موازنة ما بينها وبينها، وهذا ما مختلف تماما عن مطلب الانفصال. طيب، قبول الحكومة بهذه الحكومة الشرعية بهذه الحكومة العاجل التي ستشكل، ألا يعد تشريعا لهذا الانقلاب؟ أولا في فارق ما بين ما حدث في صنعاء وما حدث في عدن، يعني
كلمة انقلاب هنا مش عارفة لأي درجة دقيقة، الحكومة أصلا مش موجودة في اليمن. بينما الذي حدث في صنعاء هو أنه كان في عملية سياسية تم الانقلاب عليها، والحكومة كانت موجودة في الدولة وكان في كيان سياسي لا يزال موجود. لكن الذي حصل الآن أن احنا في عملية سياسية انتهت، في قوة أمر واقع فرضت نفسها والحكومة تغيبت، الحكومة بأدائها الضعيف بفسادها وتغيبت تماما عن المشهد. معلش سيدة ميساء، إذا لم نوصف ما حدث من قبل المجلس الانتقالي في عدن بالانقلاب، ما الذي توصفينه؟ كيف توصفينه؟ عملية فرض أمر واقع، يعني بشوفها عملية فرض أمر واقع في إطار الحرب اللي حاصلة، قوة مسلحة بتفرض وجودها في ظل غياب سياسي كامل من الحكومة. فأنا مش شايفة أنه فكرة انقلاب مش عارفة على حكومة غير موجودة، هي أصلا هي التي رضيت نفسها بهذا الوضع، وهذا الوضع أصلا يسبق صراع مع الإماراتيين. يعني الصراع مع الإماراتيين بدأ منذ إقالة بحاح، بدأ ثم تصاعد بالتدريج، لكن حتى من قبلها الرئيس هادي لم يكن يقيم في عدن، الحكومة كانت تذهب وتأتي إلى عدن كزيارات، فبالتالي هي تركت فراغ في هذه المنطقة، وهذا الفراغ جاء المجلس الانتقالي وملأه بدعم إماراتي. فهذه كانت إشكالية الحكومة من الدرجة الأولى، أنا بشوف أنها إشكالية حقيقية تسببت فيها الحكومة. هذا الدعم الإماراتي يستوجب ولاء كما قلنا بالسابق، هذا الولاء الذي يدين به الانتقالي للإمارات ألن يؤثر على أدائه في الحكومة؟ بالتأكيد أعتقد أنه مساحة الانتقالية ضعيفة للمجلس الانتقالي. أيضا الإمارات نجحت في تأسيس حليف بعكس السعودية اللي بتستأجر حلفاء، لكن الإمارات أسست هذا المجلس من لا شيء وبنته، فبالتالي هو بيدين للإمارات بوجوده ويعتمد عليها بشكل كبير، وأتصور أنه مساحة الاستقلالية لها ضعيفة جدا، فهو منفذ أو أداء إماراتية بشكل كبير. بالضبط. أرجو أن تبقي معي. ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي من لندن أحمد الدبعي. سيد أحمد مرحبا بك. أهلين، تمام. سيد أحمد، بعد أخبار السعي لتشكيل حكومة جديدة وفقا لاتفاق الرياض، هل يمكن القول بأن الانتقالي نجح في فرض شروطه؟ أعتقد أنه يبدو ذلك، لكن هي المشكلة على الأقل من مشكلة تكوين الحكومات، ويعني تكوين الحكومة أعتقد أنه يعني استمرار في مسيرة التي لا أقل ولا أكثر. يعني السعودية تريد رجالها في الحكومة، والإمارات تريد رجالها في الحكومة، وهادي يريد رجاله في الحكومة، سنتحول يعني وبالتالي ستتكون حكومة مسخ كالحكومة السابقة التي لا تستطيع أصلا تقدم شيء جديد. يعني حكومات، اربع حكومات تقريبا او ثلاث حكومات، يعني في ظل الان الرئيس هادي، كل الحكومات السابقه كلها فشلت في اعاده الشرعيه، وكلها فشلت في اعاده الاقتصاد اليمني لسابق عهده، او على الاقل لتنشيط موارد الدوله وتمكين الدوله من القيام بواجباتها. هي حكومه منفى طرحت على نفسها، لا تسيطر كثيرا على الارض، وصار القرار كله الان بيد السعوديه والامارات، وبالتالي يعني هو بيع وهم للشعب اليمني. الشعب اليمني يحتاج الى خطه طريق جديده، خطه انقاذ جديده تختلف تماما عما هو حصل الارض. وللاسف الشديد هذه استسلم للسعوديه والامارات، وليكرر نفس الاخطاء تباعا. الان نحن على مشارف يعني السنه الثامنه تقريبا من استلامه للسلطه التابعه، وهو يدور في نفس الحلقه المفرغه. للأسف الشديد الحوثي يتقوى أكثر على الأرض، والانتقالي أيضا يتقوى أكثر على الأرض، والسلطة تذوب يوما بعد يوم. في حال نجاح تشكيل هذه الحكومة سيكون واقعا مفروضا، أنت كيف برأيك كيف سيكون عمل هذه الحكومة بينما لا يزال الواقع فعليا ملغوم بالحرب؟ يعني بمعنى آخر، لماذا تم القفز مجددا على الشقين الأمني والعسكري نحو الشق السياسي؟ الشق السياسي لضمن كما قلت نفوذ السعوديه والامارات، يعني هو لعب عيال كذا بالمصطلح البلدي، خلينا نتكلم بشكل بسيط، هو يعني ضحك على البقوم كما قلت، هو هروب من المشاكل الكبرى، مشكله اعاده الرئيس هادي لعدن، مشكله اعاده الحكومه الى عدن، مشكله ما هي الخطوط الحمراء وما هي الخطوط الاخرى بين الانتقالي والحكومه. الان نتحدث عن سلطات داخل البلد، سلطه الحاكم الحوثي في الشمال وهناك، وسلطه
للانتقالي ثم سلطة لهادي، هذا كله عبث في عبث. يعني أوكي لنقل أنهم كونوا حكومة، هل سيعود الرئيس هادي مثلا وبخطة طريق جديدة لليمن وبيمكن الحكومة من العمل الجاد لخدمة الناس؟ أنا أشوف في ذلك، لأنه الخلافات الكبيرة ما زالت مؤجلة، ما زالت فقط تهرب من مواجهة الإشكالية الكبرى، وهي ما هي العلاقة الحقيقية بين التحالف والرئيس هادي. الرئيس هادي لحد الآن يبدو أنه سلم كل شيء للتحالف، وهم الذين سيصيغون الحكومة كما يشاءون، وسنرى خلافات السعودية والإمارات داخل الحكومة تنتقل من بين إلى داخل الحكومة، كل واحد يريد نفوذه أن يكون الأعلى، وبالتالي سيدفع الفاتورة الشعب اليمني. أرجو أن تبقى معي سيدة أحمد. أعود للسيدة ميساء من المنامة. سيدة ميساء، برأيك ما هي أبرز المهام العاجلة التي ستطرح على طاولة هذه الحكومة في حال تشكيلها؟ أطور خدمات الناس. أعتقد في خلاف كبير حول إدارة مدينة عدن، والمجلس يطمح أنه يتولى إدارة المدينة. هذه المسألة تعتمد على حسب المصادر المالية التي تتوفر له، وهل سيكون لديه مصادر مالية تمكنه من تقديم بعض الخدمات، بالأخص مشكلة الكهرباء وإحنا الآن صيف. فأتصور أن هذه القضية أو الأولوية الملحة ما بينهم. طبعا القضايا الأمنية هتكون شائكة جدا، أتصور أنها ستكون محل إشكالية. أتصور أنها حكومة لن تكون فيها حد الأدنى من الانسجام لحل المشاكل الكبرى اقتصاديا وامنيا وسياسيا، ستظل سبب جديد للصراع او الخلاف، وستكون كل واحد منهم يتهم ويلوم الاخر على الفشل الذي يحدث. فانا ما عنديش تطلعات كثيره من تشكيل هذه الحكومه، لاني اتصور ان الطرفين يفتقدان الحد الادنى من الانسجام في اهدافهم النهائيه. أشكرك جزيل الشكر الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. أعود لضيفي من لندن أحمد الدبعي. سيد أحمد، برأيك ما هي حظوظ هذه الحكومة في ظل هذا الواقع الملغوم الذي تحدثنا عنه؟ والله بنظري الشخصية الحظوظ سيئة جدا، حظوظ قليلة جدا، لأنه عندما نقرأ التاريخ السياسي لليمن يعني عبر العقود، عندما نأتي بحكومات من نفس المتخاصمين لا يحسب لها النجاح. نحن ليست تلك الدولة المؤسساتية التي تقوم على مؤسسات مدنية صارمة تبتعد عن القرار العسكري لا، هي دولة ما زالت بدائية بشكل عام، وبالتالي الناتي بالمتخاصمين فقط من المواجهات في الشوارع الى رئاسة الوزراء، هذا عبث. اعتقد انه كان الانسب لو كان الرئيس هادي طرح فكره ان تاتي حكومه مصغره تكنوقراط مستقله من الجميع، وتاتي لحل الاشكاليات الكبرى في البلد، كنا سنقول يمكن هناك تحقق نجاحات. لكن ان ناتي بحكومه من المتخاصمين وبدون اي رؤيه حقيقيه لحل المشاكل الكبرى، كما قالت الاخت المتحدثه سابقا، زي مشكلة عدن، مشكلة المشاكل الأمنية، مشكلة موارد الدولة، النفوذ في اتخاذ القرار. الآن سنجد يعني حكومة أشبه بأن تكون حكومة مسخ، ما احتراز لاستخدام هذه الكلمة، لكن للأسف الشديد هذا هو الحاصل. نحن نريد كما قلت خارطة الطريق لهذا البلد للخروج من هذه الكارثة، من هذا الوضع المزري، وليس بحكومات جديدة. يعني الحكومة الجديدة تأتي ضمن انفراج سياسي كبير، هذا الانفراج السياسي طالما لا يوجد انفراج سياسي وطالما لا توجد خطط جديدة على الطاولة نحطها للمتخاصمين أو للفرقاء، فقط انتقلنا إلى مشكلة مناصب نستبدل السين بصاد وما إلى ذلك، هو هروب للأمام لا أقل ولا أكثر. نعم، إذا ما متوقع من هذه الحكومة في حال نجحت تشكيلها، حتى لو لم تكن متفائلا، هل ستعود الأوضاع كما كانت؟ هل سيتم تطبيع الحياة مجددا في سقطرى وفي عدن؟ هذا يعتمد على تعاون أو تصحيح العلاقة بين رئاسة الجمهورية وبين التحالف. القضايا الكبرى في قضية سقطرى وعدن وما إلى ذلك، أعتقد أن الحكومة ليست تلك القوة لتصف نفوذها أو لتكون الرئاسة اليمنية مهمين على هذا الملعب. علاقاتها مع التحالف هي ستعيد الامور الى حد ما الى نصابها، لكن اعتقد ان التحالف
فيه نوع من الغرور وفيه نوع من الاستعلاء على اليمنيين، وبالتالي هو الآن يظن أن الأمور قد صارت إلى ما صارت إليه، وسيطوي فتحة سقطرى قد يطويها لسنوات. للأسف الشديد لم يكن صوت الحكومة ولم يكن صوت الرئاسة بذلك الصوت القوي جرى ما حصل في سقطرى وفي غيرها. وبالتالي أنا القضية ليست تفاؤل وتشاؤم، القضية أنا إنسان أكاديمي أقرأ الواقع على الأرض، أرى أن هذه الحكومة لن تقدم شيء جديد لليمنيين. للأسف الشديد الحكومة ستقدم الشيء عندما يكون هناك خارطة طريق واضحة، وعندما يكون اتفاق واضح على أنها هي المهيمنة على الموارد وتستطيع أن تشغل الموارد كما تريد، ويكون القرار الأعلى للحكومة اليمنية. لكن أن نأتي بحكومات تظل في المنفى وحكومة ورئاسة جمهورية في المنفى ثم نتحدث عن تغيير الواقع على الأرض، الواقع على الأرض لا يغيره ناس عايشين في فنادق الخليج للأسف الشديد. نعم، المحلل السياسي من لندن أحمد الدبعي، أشكرك جزيل الشكر. ونكتفي بهذا القدر المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، كما هو الشكر موصول لمعد الحلقة ماهر أبو المجد وكافة الطاقم. إلى اللقاء.